نحن الآن في المنفذ الغربي لمدينة تعز لنضعكم في الصورة حول تحركات المواطنين هنا وخروجهم للاحتفال في اليوم الثاني لفتح المنفذ الغربي لمدينة تعز، وتلاحظون هذه المركبات وهؤلاء المواطنين الذين خرجوا اليوم للاحتفال بفتح المنفذ الغربي وتحريره بشكل كامل. ومعنا هنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يخليك، تمام الحمد لله. حدثنا عن خروجكم اليوم والاحتفال بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني اليوم. الحمد لله نحن نحتفل بهذا النصر مع الجميع، مع جميع الشباب، مع جميع المبادرات، مع جميع التكتلات في الضباب. الحمد لله رب العالمين، ورسالة شكر ومحبة لكل رجال المقاومة في كل مكان. شكرا جزيلا. الله أكبر. إذن هكذا تبدو الصورة وهكذا تبدو الأجواء الفرحية التي يعيشها المواطنون بفتح المنفذ الغربي وتأمينه بالكامل من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نقلنا لكم الصورة واضحة كما تبدو من نقطة الهنجر تحديدا، المنفذ الغربي لمدينة تعز الذي تم تحريره وتأمينه بالأمس بشكل كامل. حمزة أمين، قناة بلقيس، من المنفذ الغربي لمدينة تعز.